فالسلفية هي طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه رضي الله عنهم، يتباع الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله في الدارين متصل، هو السلام فلا نقص ولا علل، ذاتا ووصفا وفعلا جل خالقنا وعز، ليس له من خلقه مثل، كلامه الفصل لا هزلا ولا عوجا، صدقا وعدلا فلا خلف ولا خطل، وشرعه كله خير ومصلحة، وهو الصلاح الذي ما شابه خلل، ثم الصلاة وتسليم الإله على مبلغ الشرع لا كتم ولا كسل، والآل والصحب ثم التابعين ومن في نصره النفس والأموال قد بذلوا، وبعد فالعلم بالمنسوخ ذو خطر، عليه عول في الفقه الأولى كملوا، ثم التصانيف في تفصيله كثرت، لكنما البعض عن مقصوده عدلوا، وأدخلوا النسأ والتخصيص مع خبر فيه وأشياء في إدخالها دخلوا، وقد بدا لي في تلخيص واضحه في جملة جمعت في طيها جمل، ولست أذكر فيها غير راجحه إلا لرد وتوهين فيعتزل، والكامل الله في ذات وفي صفة، وناقص الذات لم يكمل له عمل، والله أسأل ألطافا ومغفرة على المعايب والتقصير تشتمل، النسخ رفع لحكم كان أثبته شرعا بنص خطاب بعد منفصل، فقد يجيء مزيلا أو إلى بدل يكون أغلظ أو أخف ذا البدل، والله أثبته حقا وتنكره يهود ردا لما جاءت به الرسل، كقول عيسى لهم إني أحل لكم، ووضع أحمد للإصر الذي حملوا، وليس يدخل أخبار النصوص ولا ما بين مدلوله التأليف يعتدل، مثل الحساب بما نخفي ونعلنه بما يليها رأوا نسخا وقد ذهلوا، فإنها خبر لا نسخ يدخله ولا على ما عليه تلك تشتمل، بل أشفق الصحب مما لا تناوله وتلوها بينته فانتفى الثقل، من الخواطر والنسيان مع خطأ ووضع تحميل أمر ليس يحتمل، هل النفاق وإضمار الخبيث عفي كم مظهر طيبا في قلبه دغل، ومثل هذا كثير لا نطيل به، وإنما ذا لما أوردته مثل، وحيث جاء عن الأسلاف موهم ذا فباصطلاح الأصوليين ما شغلوا، بل للبيان عنوا واللوم فيه على منزليه على الأصل الذي جعلوا، ومن خصائص هذا الدين ليس له من غيره ناسخ إليه ينتقل، بل إن بعض نصوص فيه ناسخة لبعضها وبذاك الآخر العمل، والنسخ فاعلمه في القرآن منه كما في سنة المصطفى منها له تصل، ويعرف النسخ من ألفاظ ناسخه أو من تأخره أو قول من نقل، أو كان في العمل الإجماع خالفه يقال لو لم يروا نسخا لما عدلوا، هذه الأمور بها المنسوخ متضح فافهم، وهذه لما أجملته مثل، منها طهارة أهب الميت أندوبغات ذا محكم الأصل عنه ليس ننتقل، وما روي فيه من حظر بآخره فيه اضطراب وإرسال فما قبلوا، والنهي في حاجة عن نحو قبلتنا ثم النبي وبعض الصحب قد فعلوا، هل يطلق الحظر فيه أو إباحته، وقوم الفعل في البنيان قد حملوا، وصح بالترك منسوخ توضؤهم من كل شيء تمس النار إن أكلوا، كذا التوضؤ تجديدا لكل صلاة بل فضيلته بالفعل تمتثل، ثم الوضوء بمس الفرج يوجبه حديث بصرة لا شك ولا جدل، والترك في نقل طلق لا يقاومه وهو القديم ففيه النسخ يحتمل، والماء من الماء في بضع شريطته منسوخة ثم بالإيلاد يغتسل، لكنه في احتلام غير منتسخ بل محكم وعليه يعرف العمل، وفي التيمم للإبطين إن ثبتت فيه الرواية تجتثها علل، فمسح كفيه بعد الوجه ناسخها بضربة وهي تعلو كلما نقلوا، ومسح رجليه أرجو في الخفاف على قراءة الجر إذ لا نص يتصل، وبا رووه بدون الخف مضطرب ثم الرسول وأهل العلم قد غسلوا، وفرض طول قيام الليل خففه والخمس بعد إليها الفرض منتقل، ومن رباعية سنتين قد فرضت وبعد ذا تممت في الحضر تكتمل، بالفجر أسفر تحديدا لآخره ودام منه على تغليسه العمل، وما روي أسفر يعني تبينه ومن رأوه لتأخير فقد غفلوا، وقبلة القدس بالقرآن قد نسخت فولي وجهك فيها قرر البدل، كذا التوجه أن شاء تولية لم يبق إلا بنفل شاء مرتحل، وفي الصلاة بغير الذكر قد منعوا
من التكلم إذ في فعلها شغلوا، وعمده عند أهل العلم يبطلها من عالم النهي. ليس الجهل والوهل كذاك بالأمر فيها بالخشوع أتى، نسخ التفات ورفع الطرف نحو علو. وقوله استمعوا وأنصتوا نسخت قراءة المقتدي في الجهر فامتثلوا، إلا بفاتحة القرآن إذ فرضت للكل واقرأ بها في النفس يا رجل. والأمر بالوضع للأيدي على ركب في ركعة بدل التطبيق ممتثل. وفي الدعاء على شخص تعينه باللعن أو غضب نهي به اعتزل. وموقف اثنين من خلف الإمام أتى عن كونه بما في الصف يتصل. وبدء مسبوقهم بالائتمام تلا، وكان من قبل ذا بالفوت يشتغل. وفي جلوس إمام القوم قد أمروا صلوا جلوسا وهذا عنه منتقل. إذ أمهم جالسا في حال علتهم وهم قيام وذا إذ جاءه الأجل. وصح أن صلاة الخوف ناسخة تأخيره الوقت إذ في خندق شغلوا. والجمع من دون عذر كان واحدة في عمره ثم في ألفاظها خللوا. فقيل كلتيهما في وقتها فعلت، وقيل من مطر قد نالهم بللوا. وفي تبوك الروي من بعضها وعلى كل فليس بغير المحكم العمل. والزمعة كان صلى قبل خطبتها، والنسخ بعد انفضاض القوم إذ عجلوا. والاغتسال لها قد كان مفترضا فوسع الله ثم الفضل يغتسل. ثم الجنازة قد كان القيام لها ولم يقم آخرا فالنسخ محتمل. ولم يصلي على المديون مات ولم يترك قضاء إلى أن دينه حمل. وآخر الأمر صلى ثم قال ومن يمت مدينا علي الدين أحتمل. ولا صلاة على أهل النفاق ولا استغفار قط لمن بالله قد عدلوا. وفي المقابر نهي عن زيارتها ورخصة بعد مخصوص بها الرجل. وبالزكاة فعن حق الحصادع في، وقيل بل هو إياها فلا بدل. وقيل بل هي فرض وهي مرحمة، والله قد ذم قوما هم بها بخلوا. ورفع إيجاب تقديم التصدق في نجوى الرسول أتى من قبل أن عملوا. وفي الصوم قد كان عاشورا به أمروا، وكل شهر ثلاث منه تختزل. وبعد ذلك صار الكل نافلة وعن فريضتها شهر الهدى بدل. وكان من يشأ الإفطار أطعم مسكينا ولو قادرا للصوم يحتمل. فأنزلت فليصمه عزمة وبقي في حق ذي كبر في جسمه نحل. وفرض الامساك بعد النوم ناسخه في حق ذي كبر في جسمه نحل. وفرض الامساك بعد النوم ناسخه عنه أحل لكم. وقوله وكلوا كذا من الفجر للخيطين شارحة، صحب النبي بها معناهما عقلوا. وكان يفسد صوم مصبح جنبا من ليله ثم أمضاه ويغتسل. ونسخ حكم بإفطار لمحتجم برخصة ثم بالفعل الذي نقلوا. وقد روي في اغتياب الناس مر به فقاله وعنى أن يحبط العمل. وترك محرم الأبواب ناسخه، وأت البيوت ففيه الأمر ممتثل. وحرمة البيت قد عادت كما بدأت، عتيقة ما رسى في أرضه جبل. ومنع أكل الأضاحي فوق ثالثة، قد كان ذلك في عام به محل. وبين المصطفى في النص علته برخصة وعلى التفصيل تشتمل. وبعد الإعراض والهجر الجميل أتى إذن الجهاد وفرض بعد ممتثل. وكان أوله دفعا لمبتدئ فصار أطرا لمن في السلم ما دخلوا. والنهي فيه عن الشار الحرام أتى إباحة بعد إنهم حاربوا قتلوا. والآن خفف فيه النسخ متضحا للأمر بالصبر إن بتسعة فضلوا. ورفع تحريج أهل العذر خص به عموم نفر الذي خف ومن ثقلوا. واستدرك المصطفى إحراق كافرهم من بعد أمر به وقبل أن فعلوا. والنهي عن مثلة بعد الحدود أتى وبعد سمل الأولى عين الرعى سملوا. كذاك في القتل صبرا عن قريش نهى لوصله رحما منهم به تصلوا. وقبل ذا قتله صبرا أمية في بدر كذا كل من منهم بها قتلوا. وحوزه سلبا من دون بينة لقاتل شرطها بعد به العمل. والامتحان لشرط الرد ناسخة في الصلح أو إنما يعنى به الرجل. وبالمواريث بالإيصاء مرتفع لمن على أسهم الميراث قد حصلوا. كذا أولي الحلف منسوخ توارثهم بأولوية ذي رحم به يصلوا. ولا يحل بأحللنا لك انتسخت في حق من ختمت ببعثه الرسل. ومتعة قد أبيحت في ضرورتهم وهو النكاح على جعل له أجل. وعام حجته تأبيد حرمتها
فخيبة لذوي رفض لقد جهلوا وقد أتى النهي عن ضرب النساء ففي غير النشوز لأجل الإذن قد حملوا والحول للمتوفى زوجها نسخت بثلث عام وعشر ما لها حولوا والعشر من رضعات كان مشترطا في حرمة وبخمس أسقط الأول والخلف في نسخ إرضاع الكبير أتى والجل تخصيصه بسالم جعلوا وقد روي الأكل للأهلي من حمر ويوم خيبر كان الحضر فاعتزلوا وفي القدور التي قالوا بها طبخت قال اكسروها وإن قال اغسلوا غسلوا والانتباذ نهي في بعض أسقية وبعد فيه بيان الحل منفصل وفرقه شعرا من قبل يسدله مخالفا للكتابيين إذ سدلوا ووضعه خاتما قد كان متخذا من أسجد إذ رأى أصحابه فعلوا كنزع ثوب حرير كان لابسه من قبل حظر ودام منسئ جعلوا ومنع قتل الكلاب إلا البهيم أتى من بعد أمر به وبعد أن قتلوا وكان بالقتل للحيات قد أمروا في الحل أو حرم سيان لا مهلوا وبعد عن قتل حيات البيوت نهي لمسلم الجن إذ في زيها مثلوا والنهي عن مسلم قتلا بكافرهم نسخ اقتياد به إن صح ما نقلوا وقص جرح قبيل الاندمال أتى من بعده النهي إلا حيث يندملوا وجلد زان ونفي ثم رجمهما إن أحصنا بعد حبس والأذى بدلوا وجمع جلد إلى رجم لمحصنهم قد ادعوا فيه نسخا وهو محتمل ومن لزوجته أصاب جارية فالحد لا بد إذ في تركه علل وقتل شارب خمر بعد رابعة قد صح من بعده ترك به عمل وآية احكم أو اعرض قيل قد نسخت بقوله وأن احكم فادري ما نقلوا كذا شهادة أهل الكفر في سفر على وصية من قد جاءه الأجل فقيل قد نسخت والحق محكمة في حال فقد من الإسلام ينتحل هذا الذي علم مزجي البضاعة قد أدى إليه فرفوا إن يكن خلل وإنما هي أعمال بنيتها ولم يفت ربنا قول ولا عمل وهو الرقيب عليها والحسيب بها في يوم لا نافع مال ولا خول ثم الصلاة على الهادي وشيعته والحمد لله في الدار.